جميل جدا حبيبي. احنا مستمتعين وياك الله يحفظك ابو باسم الغالي، وان شاء الله نكون ما مثقلين عليك. لا انتم انت مدللنا اليوم، تدللون انتم حبيبي. ربي يخليك ويسلمك. الله يسلمك. محور او سؤال مهم هو لو ما كان الفنان الكبير يونس العبودي قد اختار الغناء الريفي، كان ممكن تكون لمهنه اخرى؟ ما تعرف تسوي غيرها. تعلمنا عليها بعدين. يعني ما مفكر بغير شيء ابدا. يعني ناس قالوا لي انه جنابك مبتعد الان عن الغناء ومفكر بالاعتزال نهائيا، اكو هيك حكي لو لا؟ والله هي تراودنا هاي المساله، يعني تراودك وناس تقول تنتظر الحج وبعدين ما تغني بعد، رحت للعمره بعد، رحت للعمره والنوب السودان. الله يكتب لك ان شاء الله الحاج يا رب، والصحة والسلامة دائما. الله يسلمك. نذهب إلى فقرة أخرى ولكن بعد الفاصل. أحبتي إلى أن نلتقيكم بعد الفاصل، انتظرونا. رجعنا وياكم حبايبي، وآخر فقرات برنامج ضي القمر التي مضت سريعاً وما حسينا بيها، مع القامة العراقية والفنان الريفي الكبير يونس العبودي. حبيبي. أبو باسم، الوقت وياك مضى مسرعاً. الله يحفظك ويسلمك. وإحنا حقيقة ممنونين لقدومك وممنونين لوجودك بيناتنا. عندي سؤال، لو لم تكن عراقياً أي جنسيات تختار؟ عراقي تبقى. أيه. عراقي. نعم. إن شاء الله يا رب. في حياة كل واحد من عندنا ضي قمر، من هو ضي القمر في حياة الكبير يونس العبودي؟ والله الناس، كل الناس، الناس كل طيبين. كل محبيك كل الناس الطيبين، كل محبيك. أيه. أنت يقولون عليك تكتب شعر كثير. نعم. أنا حابب أسمع منك شعر مو غنى، شنو آخر ما كتبته؟ والله نكتب أبوذية. أبوذية. ولم بالأبوذية. إيه. وقليل من القريض اكتب. ايش جميل جدا. إيه. اذا اكو قريض او ابوذيه اسمع من عندك. اي القريض كتبته بدبي بال 2006. نعم. إيه. كم اناديك لقد ذاب فؤادي، يا قريبا يا بعيدا عن مرادي، سلوتي انت وما لي دونها، كيف ترضى اكتوي حر البعادي، طمعا فيك امتلى جوفي دما، ولبست الليل حزني وسوادي. الأبوذية طبعاً. نعم. مولع بالأبوذية. نعم. تشوف النار تحرقني وترضى وترضى، التعمد كل عظم سالم وترضى.